الفاطمة. أولا مرحبا بلالة فاطمة. إمتى غنكون عروسة؟ نهار كتاب. واش غنشاركها؟ ما عرفتش يعني، قدر يقدر لا، على حسب. وكنقول انا اي حاجه كتجيب المكتب. وشكرا. الجديد ديالي ان شاء الله كنحضر مجموعه ديال الاغاني جمال بزاف. اغنيه واحد اللي صورتها في بيروت، انتاج ارابيكا، منتجه منفذه فاتن برازي، واللي كان معايا الممثل جاد حديد، اللي غادي تخرج ان شاء الله في هذا الشهر باذن الله. في التمثيل ان شاء الله انا بصدد تصوير مسلسل، ما نقدرش نقول تفاصيل، ولكن مع واحد الفنانه اللي انا كان عشقي وكان حلمي نخدم معاها، والحمد لله الحلم تحقق. واحد الفنانه اللي من الفنانات الجمال بزاف 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 الساحه المغربيه، وتسناو شي حاجه غتكون جميله بزاف ودور جديد عليا وزوين بزاف. صراحه على حسب اللوك، مثلا انا اليوم باللوك ديال المسلسل الجديد، على حسب انا كيعجبني في اي عمل نخدم كل شيء، سواء الشكل او لا يعني القصه، كل شيء حتى اللوك كيعجبني نبدلو، ماشي نطلع بنفس شعري غير هو شخصيه جديده. فان شاء الله تسناو دور غادي يكون مفاجئ للجمهور ان شاء الله. عندي أغنية أمازيغية إن شاء الله، وعندي أعمال من غير الأمازيغية، وكنفتخر بكوني أمازيغية، الأب ديالي والأم ديالي. وخصنا شوية نبينوا التراث ديالنا الأمازيغي والتقاليد ديالنا الأمازيغية والأصول ديالنا، فهذه شي حاجة اللي جميلة وكنفتخر بها. هادشي اللي طرا في تركيا، انا بالنسبه لي تركيا بلاد قريبه لقلبي، يعني دو فويس درته في تركيا وكنعشق موسيقتهم، اكلهم، جوهم، بلادهم. هادشي اللي طرا في البلاد مؤسف، واللي طرا في سوريا الحبيبه حتى هي تعازينا لاهالي الضحايا، وكنتمنى زعما يعاونوا دوك الناس. حنا نقدروا نعاونوا بلي بارطاج بهذا، ولكن كنتمناو فريمون المسؤولين يعاونوهم، حيت محتاجين لينا دابا. بغيت نقول للمرأة المغربية انك رائعة، ام، اخت، صديقة، حبيبة، زوجة، خليكي كما انتي، اشتغلي على نفسك، طوري من نفسك، من قدراتك، لأن المرأة المغربية عندها قدرات جميلة بزاف. ودابا ولينا كنشوفوا بزاف ديال العيالات كيديروا مشاريع جميلة، كيبداو بداي 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 بداي، وإن شاء الله نكونوا حنا معاك والناس كاملين معاك. شكرا. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.